تؤكد وزارة الداخلية ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث يعتبر لبس كمامة الوجه في المحلات التجارية والأماكن العامة من أهم الإجراءات الوقائية لكبح انتشار فيروس كورونا. أخذت وزارة الداخلية على عاتقها توفير أعلى معايير الأمن والسلامة لمواطني ومقيمي المملكة، حيث يعد الالتزام بارتداء كمامة الوجه في المحلات التجارية والأماكن العامة أحد أهم الإجراءات الاحترازية للحد من تداعيات أزمة كورونا. أنت اليوم لما تتهاون وتتراخى في لبس الكمامة الوقائية، أنت اليوم ممكن مو بس تأثر على سلامتك الشخصية، أنت اليوم راح تأثر على سلامتك الشخصية، سلامة أهلك، سلامة محيطك، جيرانك، مجتمع بأكمله. اليوم أنت لما تتراخى وتتهاون في لبس الكمامة الوقائية، أنت قاعد تثقل من كاهل الكادر الطبي اللي موجود في الخطوط الأمامية وقاعد يتصدى لفيروس كورونا. اليوم أنت لما تتراخى وتتهاون في لبس الكمامة الوقائية، قاعد تثقل من كاهل وجهود الأجهزة الأمنية إلى جانب الأجهزة الأخرى المشاركة معها في التصدي إلى فيروس كورونا. رسالة أحب أوجهها إلى كل مواطن ومقيم متهاون أو متراخي في لبس الكمامة الوقائية، أنه يحرص على لبس الكمامة الوقائية، وعلشان كلنا نوصل لبر الأمان ونحقق النتيجة المرجوة اللي هي طبعا التصدي إلى فيروس كورونا. تواجدك في مجمع في مكان عام، عدم ارتداء الكمام وانت مخالف، لما علي كاميرا عطني بطاقتك راح نعطيك كمام حق تلتزم تلبسه. أشاهد أشخاص على شارع شيراوي عدم ارتداء الكمام، رسالة واضحة. سلام عليكم يا مخالف. وقوفهم في مكان عام وعدم ارتداء الكمام يعتبر مخالفة. ما عندكم شباب كمامات، لبسوهم يكون أفضل. إن الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية مسؤولية كل فرد في المجتمع، وذلك لحماية نفسه وأسرته ومجتمعه، إذ أن الجهود الفردية تسهم في دعم الجهود الوطنية وخلق مجتمع معافى من هذه الجائحة.